أفسح الانسحاب الأمريكي من أفغانستان نهاية آب أغسطس الماضي الطريق أمام حركة طالبان لاستعادة حكم البلاد بعد عقدين من الزمن عقب فرار الرئيس أشرف غني وانهيار الجيش الأفغاني خلال وقت قياسي، ما دفع الكثيرين للقول بأن عودة حركة طالبان ستشكل تهديداً للحقوق المدنية والسياسية للأفغان المنصوص عليها في الدستور الذي أنشأته الحكومة السابقة. إلا أن استعادة حركة طالبان الحكم لم يرافقه رفض عالمي على أرض الواقع، كما كانت المواقف الأوروبية خجولة خاصة بعد عدم تنسيق واشنطن لعملية الانسحاب معها. ونظراً إلى نشأة طالبان الأيديولوجية وطبيعة فكرها الصارم في تطبيق الشريعة الإسلامية، يتساءل العديد عن مستقبل أفغانستان التي تتنوع فيها الأعراق والديانات والقوميات. فهل ستتمكن طالبان بعد أن تولت الحكم من توطيد الأمن والاستقرار في البلاد؟ تاريخياً نعرف أن البشتور هم اللي بحكم الحاكمين الفعليين لأفغانستان، وليس هناك استقرار بالكامل لأنه هناك مشاكل، يعني لا تكفي القومية وحدها. في صحيح حركة طالبان ترتكز بشكل أساسي على قومية البشتور، ولكن هناك من الأعراق الأخرى الطاجيك والأوزبك بعض التحالفات، لكن تستطيع أن تسيطر على أفغانستان، لكن استقرار مسألة أخرى لأنه هذا مرتبط بطبيعة الوضع الاقتصادي باعتراف المجتمع الدولي. وهناك معوقات كثيرة وتحديات أمام الحركة، نشوف اليوم أنه كيف بتحاول الحركة تحسين صورتها وإقامة علاقات جيدة مع العالم، ولكن مع ذلك هناك تحديات على مستوى الاقتصاد ومستوى الأمن، وبنعرف هناك منافس للحركة هو جناح ولاية خراسان التابع لتنظيم الدولة الإسلامية. على ما يبدو فإن طالبان ستضطر للتحالف مع القوميات الأخرى والأقليات الأفغانية بهدف تحسين صورتها داخليا وكسب ود المجتمع الدولي ودول الجوار لمد يد العون لها، في الوقت الذي سيبقى فيه مستقبل البلاد مجهولا للجميع ولحركة طالبان نفسها في حال استمر تخلي المجتمع الدولي عنها واكتفائه بمراقبة الحركة وسلوكها في ضبط القوى الانفعالية الجهادية.